من العالمين الجديدة، أجمل مدن البحر المتوسط، سهرة خاصة من مهرجان العالمين، المطرب عمر كمال مع سالي عبد السلام. هنكون معاكم في صيف مختلف جدا، هيكون معانا النجوم هنا بطعم مهرجان العالمين الجديدة. أسرار وكواليس واعترافات لأول مرة. أنا محظوظ، تخيلي بكرة أنا قررت أن أشتري هنا. بجد؟ بجد والله العظيم. هل يكره أغاني المهرجانات ويتعمد الهروب من أسرها؟ مش سؤال خبيث يا عمر، لا. لماذا أدارت له السينما ظهرها؟ ولماذا توترت علاقته مع والدته بسبب الغناء؟ عمرك عيطت لها يا عمر وقلت لها ماما حرام عليكي كلامك بيوجع؟ أنا كده مش هحس بطعم النجاح، فوت شجعيني. لا ما قلتلهاش كده خالص. سهرة خاصة مع سالي عبد السلام، الأحد 10 مساء على قناة مصر الأولى.